دعم المرأة ومرافقتها خاصة في المناطق الريفية واستحداث قروض مصغرة لمساعدة الماكثات بالبيت هو ما شدد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في يوم المرأة العالمي. إنه ليسعدني بهذه المناسبة الكريمة أن أعلن عن إنشاء الجائزة الوطنية للمرأة المبدعة الموجهة لاحتفاء سنوي بالنساء الجزائريات المبدعات المتميزات في كل المجالات. يقتضي الواجب مساعدة المرأة الماكثة في البيت بقروض مصغرة تمكنها من إبراز مواهبها في الخلق والإبداع حتى تتحسن قدرتها الشرائية. تشتغل في تربية النحل، تسكن وتقطن في منطقة ريفية. صاحبات مشاريع بسيطة وحرفيات من مختلف ولايات الوطن حظين بتكريم رئيس الجمهورية كبادرة لدعم مسارهن وتشجيعهن. التفاتة حسنة وطيبة من قبل رئيس الجمهورية لأنه التفت إلى هذه الفئة من المجتمع. هذا قلت لك يساعدها أنها يدفعها إلى المستقبل أنها تكون تنشط أكثر وبمثابة تشجيع لها. اليوم الحمد لله أنه رئيس الجمهورية كرمنا وعلى تعب على أعطانا نظرة أخرى للمؤسسات المصغرة، أعطانا دعم معنوي أكثر. أول مرة صارت لنا هذه الاستضافة كما هكا ورحب بنا رئيس تاعنا كما قال لك وحسينا بروحنا باللي راهي عندنا كما قال لك أهمية. المرأة الجزائرية عمل وإبداع هو شعار احتفائية الرئيس بنساء الجزائريات في عيدهن العالمي، وتعزيز حقوقهن وتمكينهن التزام قطعه تبون تجسيداً للجمهورية الجديدة.